هؤلاء رأوا العالم من حولهم بمنظار مختلف، فهل كانوا على صواب؟ هناك بعض التنبؤات والمقولات الشهيرة التي قالها مجموعة من أذكى وأشهر وألمع الأشخاص في هذا العالم، ومع ذلك فقد اكتشفنا لاحقا أنها كانت من أغبى ما نطق به هؤلاء. لماذا؟ لأنهم كانوا ينظرون للعالم بمنظارهم الخاص بهم وبتجربتهم وخلفيتهم وتفكيرهم ونمط حياتهم الخاصة، وإليكم بعضا من أبرزها في هذا الفيديو. بطليموس، الأرض هي مركز هذا الكون. بطليموس هو رياضي وجغرافي وعالم فلك يوناني الأصل من أهل القرن الثاني الميلادي. ولد نحو سنة 87 ميلاديا وتوفي قرب الأسكندرية نحو 150 ميلاديا، وكان من أهم علماء الفلك في مصر القديمة، وهو وصاحب كتاب المجسطي والذي قدم فيه لنظرية مركزية الأرض، عندما قال إن الأرض هي مركز هذا الكون على أساس أن الأرض ثابتة وأن الأفلاك تدور حولها. ونموذج مركزية الأرض كما وصفه بطليموس ولم يكن هو واضعه، فقد أسس لهذا الاعتقاد فلسفيا أرسطو، بينما تم تطوير نموذجه العلمي بواسطة بطليموس. استطاع أن يفسر جميع الظواهر في حينه، مثل اقتران عطارد والزهرة بالشمس، اقتران القمر بالأرض، توقف المريخ في السماء، وتغيير جهة حركته بشكل دوري، الكسوف والخسوف وغيرها من الظواهر. وظلت نظرية بطليموس هذه سائدة حتى القرن السادس عشر الميلادية، حتى اكتشف العالم أن الأرض مجرد ذرة صغيرة في بحر هائل للرمال هو الكون. هوراس راكهام، السيارة لن تصبح أبدا وسيلة للنقل. في عام 1903 صرح هوراس راكهام رئيس بنك ميشيغان ومحامي الاقتصاد الأمريكي هنري فورد بأن الخيول جاءت لتبقى وستظل موجودة دائما كوسيلة نقل، وأن السيارة ليست إلا وسيلة ترفيهية لا أكثر ولا أقل. وأضاف ناصحا فورد بعدم استثمار أمواله في تجارة السيارات، لكن راكهام نفسه لم يستمع لهذه النصيحة وقام بشراء أسهم بشركة فورد. منتج سينمائي، البث التلفزيوني سيتوقف لا محالة. ابتكر الاسكتلندي جون لوجي بيرد آلة لبث الصوت والصورة عام 1925، كانت حجر الزاوية في اختراع جهاز التلفزيون، واليوم بات التلفزيون من أكثر وسائل الترفيه والتسلية استخداما. هارولد سبنسر جونز، التحليق في الفضاء محال. في عام 1957 صرح هارولد سبنسر جونز كبير علماء الفلك في المملكة البريطانية قائلا إن التحليق في الفضاء أمر مستحيل بغض النظر عن أي تقدم سوف يحرزه العلماء في المستقبل. ولكن بعد مرور أسبوعين وتحديدا في الرابع من أكتوبر عام 1957 قام الاتحاد السوفيتي بإطلاق أول قمر صناعي حول الأرض، والذي حمل اسم سبوتنيك 1، وكان ينقل إشارات الراديو البسيطة إلى الأرض لمدة 21 يوما. واليوم تدور أعداد هائلة من الأقمار الصناعية حول كوكب الأرض وتلتقط لنا صورا كثيرة مبدعة وتساعد في البث والتصوير وتحديد الأماكن وغيرها من الأشياء الهامة. توماس جون واتسون، الحاسب الآلي ليس له أهمية. في عام 1943 توقع توماس جون واتسون رئيس مجلس إدارة شركة International Business Machine الرائدة في عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا انحسار الطلب على أجهزة الحاسب الآلي، بأن قال إنني أعتقد أن السوق العالمي للحواسيب قد يتسع ربما لخمس حواسيب لا غير. ولك أن تعرف أنه في عام 1949 كان وزن الحاسب الآلي نحو 30 طن وكان يضم 18,000 لمبة. وفي عام 1977 صرح أكثر مؤسسي الشركات نجاحا في أمريكا كين أولسن مؤسس شركة المعدات الرقمية والتي عملت في مجال الحواسيب متوسطة الحجم، وكانت هي أول من استخدمت نظام يونكس الشهير في بيان رسمي له قائلا: ليس هناك أي سبب وجيه يدفع المرء لأن يقتني جهاز حاسب آلي في منزله. والآن إن أصابتك الدهشة وقليل من الاستهجان بعد سماع هذا الفيديو، اعلم أنك لست وحدك، فقد تعجبت منها أنا أيضا. نتمنى عزيزي المشاهد أن تشاركنا رأيك حيال هذا الأمر في التعليقات أسفل الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.